العنزي، حبيبنا العنزي تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالكم طيبين إن شاء الله. الله يبارك فيك ويحميك. الموضوع عن يزيد بن معاوية. نعم. تسني؟ يعني إيه نعم معهم السنة يعني لستوا عالم أو كذا. زين شو نسوي إحنا مع الحسين عليه السلام ولا مع يزيد بن معاوية؟ طبعا لو كنت يعني أكيد راح أكون مع الحسين بس أنا ما أكفر يزيد. أحسن. الآن يزيد بن معاوية الله تبارك وتعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مين هو أولي الأمر المفروض، يزيد ولا الحسين عليه السلام؟ الأمر الذي تمت البيعة عليه سلام الله، اللي هو منه؟ يزيد بن معاوية. يعني الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويزيد. لا ما كان يزيد بالاسم بس هو ولي أمر. إيه يعني ما معنى أطيع الله وأطيع الرسول وولي الأمر منكم هو ولي الأمر يزيد، يعني أطيع الله وأطيع الرسول ويزيد. بس الحسين لا تلزمه طاعة يزيد لأنه لم يبايع. أحسن. الآن الحسين لا تلزمه طاعة يزيد لأنه لم، النبي قال من مات ولم يكن في عنقي بيع مات ميت جاهلية. شلون؟ لا طبعا هذا يعني اذا هذا اذا هذا الحديث يطبق على صحابي مثلا معاويه لم يبايع. اي اذا معاويه يموت ميت جاهليه؟ لا معاويه صحابي هو كاتب وحي كيف يموت ميت جاهليه؟ اذا الحسين لم يبايع سلام الله عليه يموت ميت جاهليه؟ والله هذه ما اعرف افصل فيها لكن ما اتوقع. لا على طبعا لا. طيب شو تسوي يا اخونا العنزي اذا هذا الدين هو هذا هكذا مركب بهذا التركيبة؟ أنا لو منك على هذا الدين أسأل نفسي أقول أنا على دين حق، دين متناقض مع بعضه البعض الآخر. النبي أنا أسألك سؤال، النبي لما جمعنا كلنا وقال الخلفاء ولا الأئمة ولا الأمراء 12 خليفا، عليش قال إن هذا وقال إن آخر واحد اسمه كاسم محمد عينه بالاسم وابن فاطمة سلام الله عليه. طب النبي لما قال لنا الخلفاء هم 12 شو نستفيد من هذه القضية غير المفروض نعرف هؤلاء ونتولى هؤلاء ونحبهم ونبرأ إلى الله من أعدائهم، صح ولا أنا غلطان؟ ولا النبي يتكلم كلام يعني مجالس هكذا ديوانيات؟ لم يوضح منهم الاثنى عشر. شو نسوي إذا يعني معقول النبي قال كلام في أحجية حزورة يعني يلعب ويانا النبي صلى الله عليه وآله؟ لا شنو يعني احنا المفروض كسنة نسأل أنفسنا يا أخي، مكافي يعني 1400 سنة صاعدين على المنبر المشايخ ويحشون برأسنا وإحنا ما نعرف، بس استووا أقيموا الصلاة ويخطبوا برأسنا. طيب النبي قال يا أيها الناس تقريبا 16 حديث في البخاري ومسلم ما يزال الدين عزيزا قويا منيعا ما اعرف ايش كذا، ما وليه 12 اميرا ولا خليفه كلهم من قريش، طيب اخرهم الامام المهدي يملاها قسطا وعدلا بعد ان تمتلئ ظلما وجورا. طيب انا الان نزل النبي على المنبر خير ان شاء الله، لازم اقول له مين هؤلاء اتولاهم اقف معهم حاربوا حارب معهم سكتوا أسكت معهم، صح ولا النبي مهذي تقدمون بضاعة لأعداء الإسلام إنه نبينا يتكلم والعياذ بالله العي من الكلام الذي لا معنى له يا أخونا الحبيب، صح سيدنا ولا أنا غلطان؟ يعني ما ترك شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه شلون يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وأنت تقول ما ترك لنا؟ واضح انتم تقولون النبي تركنا على المحجة البيضاء واضحة ليلها كنهارها والان تقول ما ترك لنا واضح. الان واضح مش واضح؟ لو مسكني واحد يقول لي دينكم واضح ولا مش واضح شو اقول له؟ اقول له ما واضح؟ لا واضح الدين. اي طيب ما هل هو هذا الدين؟ الان شو اسوي؟ يعني اتركني انا شيعي، انا الان اتكلم معاك باخوة والله العظيم ما اريد يعني انه اقول انا صح وانت صح وانت غلط وانا غلط وما اعرف ما، لكن المساله واضحه. يعني النبي صلى الله عليه واله انت يا اخونا العنزي اي واحد يقول لك
وصلح لي سيدنا إذا أنا غلطان، يقول لك أي واحد يموت يابا أنا عندي عمارة، عندي شركة، عندي ما أعرف إيش، عندي وصية، وصيتي كذا كذا. النبي شنو أوصى؟ أوصى وصية واحدة فقط، تركت فيكم كتاب الله وعترتي أهل البيت. وصحيح مسلم لما قال فضائل أهل البيت قال الحسن علي والحسن والحسين عليهم السلام. طب هي هاي الوصية الوحيدة، ولما نحن نتمسك بوصية النبي أنتم تقولون تغالون وكذا، إذا النبي هو وصية واحدة ماذا أفعل أنا؟ أنت حاكي قلبك، أنا صح شيعي، ممكن عندي موقف من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ما أعرف منه، بس أنت شوف كلامي صحيح ولا خطأ، شوف كلامي يلامس القلب يلامس الحقيقة. يعني ما نبقى احنا هذا شيعي وهذا سني، هذا شيعي، نريد نتبع الحقيقة. الله يبارك فيك يا أخونا العنزي ويرحم والديك، خلونا نكون مع الله مش مع الانتماءات ولا أمي وأبي ولدوني شيعيا وأكون شيعيا ولا ولدوني سنيا، ولدوني المفروض مع الحقيقة. ذلك الدين القيم، إن الدين عند الله الإسلام. شنو الإسلام؟ هو الإسلام الحقيقي اللي النبي وصى به كتاب الله وعده، بس هذا هو الإسلام. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا خلى ابو بكر يصلي في الناس، ويعني صلى خلف ابي بكر وكان معه في الغار، هذه دلائل ان ابو بكر يعني هو يعني وزير النبي صلى الله عليه وسلم. انا اشوف لعنزي، انا اقبل منك انه هذه دلائل. الان اجتمعوا في سقيفه بني ساعده وكان معهم ابو عبيده وعمر والمهاجرون والانصار وابي بكر. أسألك بالله، هل أبو بكر قال لهم أنا الخليفة لأنني ذهبت مع النبي في الغار؟ قال لهم هذه حجتي؟ هل الله تبارك وتعالى قال أنه الذي مع النبي في الغار هو الخليفة؟ أنت تقول إنه النبي صلى الله عليه وآله قدمه إلى الصلاة. طيب هل تعلم أن النبي نفسه صلى خلف عبد الرحمن ابن عوف؟ هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله قال تجوز الصلاة خلف البر والفاجر؟ هل تعلم أن أبا بكر وعمر ائتموا كانوا من المصلين وإمامهم وشيخهم وقدوتهم هو أسامة بن زيد عمره 17 سنة؟ فإذا كان الذي يصلي هو المقدم، إذن أسامة بن زيد أفضل من عمر وأبي بكر، صح سيدنا؟ تفضل إذا صلح لي سيدنا. الله يحفظكم حجينا. وعندهم الصلاة ليست فضيلة، لأنه الصلاة تجوز خلف البر والفاجر، ليس لذلك. ابن حزم يقول هذا ليس دليل على الخلافة، يقول الذي يستدل بصلاة أبي بكر المزعومة، أنا أقول المزعومة، استدلاله باطل، ولا تصح صلاة أبي بكر في وفاة قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا رواية، حتى رواية البخاري يضرب بعضها بعضا، بعضها صلاة بإمامين، وبعضها أن النبي صلى قاعدا وأبو بكر قائما، الناس يصلون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاة. والرواية في البخاري يقول إذا قام الإمام فقوموا، إذا جلس فاجلس، والنبي كان جالس وذول وراء خلف قيام، شيء يضرب بعضه بعضا. وفي رواية يقول أن النبي حينما رأى أبي البخاري يصلي أبو بكر في الناس نظر إلينا وهو يبتسم. يعني شوف الكذب أخواني، كيف رأوه وهو يبتسم؟ وحجرة عائشة إنما تكون عكس القبلة خلف المصلين، طيب كيف رأوه؟ أزاح الستار فتبسم حينما رأى أبو بكر. فرد يعني أحاديث يضرب بعضها بعضا. عموما سيدنا بس خلي أعلق على كلامك، شوف أخونا العنزي تسمعني؟ نعم ما تفضل. شوف أخونا العنزي، هذه الأخ الكريم المحترم هذه اللي ذكرتها أنه النبي قدم يعني قال مروا أبا بكر يصلي بالناس، تتدري في هذا الحديث اسمع ماذا يقول؟ يقول ثقيلة، يقول فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف وإذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس
وعاد فعادوا له فعاد الثالثة فقال أنت إنسان شريف مبين من منطقك اسمع ماذا قال النبي فقال إن كنا صواحب يوسف أنا أسألك بالله العظيم مين صواحب يوسف وفيها لام حج لام التأكيد لصواحب يوسف تأكيد لصواحب يوسف إن كنا لصواحب مين صواحب يوسف مين صواحب يوسف حيا الله الشيخ هو هذا الحديث هالحديث اللي انت الان ذكرته انه النبي قال خلي ابو بكر اجعله ابو بكر يصلي النبي في نفس السطر في نفس الكلمات قال لي عائشة ان كنا صواحب يوسف مين صواحب يوسف صواحب يوسف تعرف من اللاتي أخذنا السكين فقطعون لا حجي من رخصتك معقولة لا صويحبات يوسف هذول اللي كانوا ينادون بالفضيلة وهم كلاوتشي ذني من سمعا قضية زوجة العزيز قالوا ها زوجة العزيز تراود فتاها فتكلمن شنو بالفضيلة وبأنه كذا بعدين من طاحن بالاختبار طلعت الحقيقة يعني من صفات صواحب يوسف المكر بالأنبياء الغدر بالأنبياء مراودة النبي على نفسه حثه على الفاحشة إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا يوسف يعني عليه السلام فهذه صفات يطلبنا الفاحشة ويشجعنا عليها ويردنا فعل الزنا مع نبي من أنبياء الله يقبل واحد أنه النبي صلى الله عليه وآله يشبه زوجاته بهذا الوصف بالمحصلة سيدنا بالمحصلة الله ما مدحن الله ذمن تقبل أنت ما يقبل أنا أقول لك ما يقبل رجل عربي نعنزي أنت رجل غيور ما يقبل الحديث اللي أنت جئت به واللي يلقوله على المنابر يقول لك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ويظل يخطب أبو بكر الذي قدمه بالصلاة لكن هو يقطع المقطع هذا إن كنا صواحب يوسف ليش؟ لأنه من يخطب تنزل تقول له تعال يا شيخ شنو معنى صواحب يوسف من هن صواحب يوسف حتى انت في البخاري تشبه زوجات النبي بصواحب يوسف من والله كارثة اذن انت اخونا الكريم حتى الاستدلال تبعك مقطوع قطعوه عنك انت انسان اخونا الكريم فطرتك سليمة ولكن صدق الان ممكن تغلق البث من عندي وتروح يقول لك هذا الرافضي ذولا شبهات وصواحب يوسف ويجيب لك كلام ابن حجر والنووي ومعرف ايش انهن يقولن غير ما يفعلن ومعرف ايش وكذا وكذا كذا ليش يخدعك لكن لو يجي يمي ما يقدر يلعب هذه اللعبة معاي ليش لان افتح له البخاري وافتح له ابن حجر افتح له النووي وافتح له العيني وافتح له كل الكتب امامه لذلك هذه كلمة من القلب إلى القلب لك أنا لا أقول تشيع ولكن أقول اتبع الحقيقة كما أنني أدعو لنفسي أن أتبع الحقيقة يا أخونا العنزي سكوتك واستماعك للطرف الآخر أروع صفة في الإنسان أسأل الله أن يبارك في وقتك وإذا عندك إشكال على كلماتي منذ بدأت الحلقة إلى الآن قل لي وين المصدر أفتح لك الكتاب شوف أنا لما فتحت كتاب سير أعلام النبلاء جبت الكتاب أقرأ القبل والبعد وأنا أشوف الله وكيلك هاي الأوراق كلها كاتب عليها لأن أنا أبحث تعب عيوني في سبيلك أنت أخوي أنت مرخصك أخونا العنزي أولا مساك الله بالخير أنا راح أذكر كلام وأريدك تكمل الكلام
إن أبغض الحلال عند الله. كمل اسمعني. طلع هذا شنو هذا الكلام؟ حديث هو ولا أنا لست يعني مو متخصص، أنا مطلع فقط لست متخصص. هذا الحديث أنت كم مرة سمعته؟ والله سمعته يعني هذا أعرفه من سامع. مو كل الأمة الإسلام مو كل الأمة الإسلامية تعرف هذا الحديث؟ إيه نعم هذا الحديث المنتشر. هل تتصور أن هذا الحديث باطل وغير صحيح؟ والله لما أبحث فيه أنا ما طلعت. مو مسألة تبحث فيه، أنا أرد أعطيك فكرة. أقول لك كثير من القضايا المشهورة في حياتنا ليست على حقيقتها. الإنسان المطلوب من عنده يجي يحقق ويدقق ويشوف الحق وين. يعني لا تعتمد على اللي سمعته من آبائك أو من مجتمعك، وأنا كذلك. كل إنسان عليه أن شنو؟ أن يبحث ويدقق. أنا راح أعطيك الآن مثال بسيط، بس خلني أعطيك مثال بسيط بارك الله فيك. أنا أعرف أخوان الكرام هذا الحديث لا يصح أصلاً، العلماء السلفية يردون عليه يقولون كيف يكون الله يشرع شيء مبغوض، هالشكل يردون عليه. المهم شوف، إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سب هذا من باب المثال، من سب العنزي فقد سبني، وش حكي؟ وإجا هذا الشخص حجي أسد وسب العنزي، شو تقول عن حجي أسد؟ سب النبي العنزي. النبي إذا قال من يتكلم يا رافضي خلينا نتكلم في الزبادي عن الجاز. كمل صلاتك. ليش واحد جايب واحد من عوام السنة؟ خلينا نتكلم وليش عليكم البلاغ. ليش عيب عيب عيب. تفضل شيخ. عيب. هو شيخنا لا يتضايقون من الصدق، لأن الإنسان صادق بريء يريد أن يعرف الحقيقة. الآن انتفخت أوداجه، الآن الغضب يملأه، الآن النار في قلبه، لأن العنزي يريد يعرف الحقيقة. تفضل شيخنا. إذا النبي قال، إذا سمعنا كلنا سمعنا النبي قال اللي يسب العنزي سبني، وأجيت أنا وسبيت العنزي، معناها شنو؟ تفضل العنزي، معناه أنه سب النبي، لأن سب العنزي سب النبي، صح؟ سب النبي صح. صح، تفضل شيخنا. طيب، أنا سمعت النبي قال هذا الكلام، أنا سمعته وأجيت وسبيت العنزي، معناها أنا واضح جدا جاي أسب رسول الله، يعني مو تقول ما أعرف. طيب، كتبك تقول بسند صحيح صححه الأعلام من سب عليا فقد سبني، نقطة راس سطر. وكتبك تقول بسند صحيح أن الصحابي المغيرة ابن شعبة كان يقف على منبر الكوفة ويسب علي بن أبي طالب ورضي الله عنهم أجمعين، ولذلك أم سلمة من المدينة أرسلت رسالة قالت لهم أيسب فيكم رسول الله صلى الله عليه وآله. الله أكبر. الجماعة الآن لما يذكرون اسم المغيرة، الآن أبو عبد الملك إذا تجيب اسم المغيرة يركع ويسجد ورضي الله كذا عنه، وهو نفسه يعرف أن المغيرة ابن شعبة كان يسب علي بن أبي طالب. والمصيبة الكارثة، المغيرة ابن شعبة يروي بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رسول الله نهى عن سب الأموات. هو المغيرة يروي هذا الحديث، هو المغيرة، وهو نفسه يسب عليا بعد أن مات. ولذلك أم سلمة يقول له أليس قد نهى رسول الله عن سب الأموات؟ أنت هنا الإنسان لو يصير عاقل، لو يصير الإنسان أجلك الله، الله يبعد السامع، يصير دثو، لو يصير عاقل، لو يصير دثو. هذا كلام واضح. بعد أنا أجي أخالف رسول الله المن؟ ليش؟ لعيون المغيرة يعني؟ طيب أنا أريد أطلب منه شيخنا الحبيب، أطلب من الأخ العنزي، ممكن أطلب منك طلب أخونا العنزي، طلب بسيط. أريدك بعد أن تنهي من هذا البث، عندما تذهب إما تتوضأ أو تغتسل
وتقول له يا ربي أرني الحق حقا فأتبعه وأرني الباطل باطلا فأجتنبه، فقط يا رب عرفني بالحق فقط. اي اي احسنت شيخنا الحبيب الشيخ سعد. فأريدك تقف وقفة انه انت تتأمل في كلماتنا، لا تفترض اننا على حق ابدا، بس انت اتبع النور، شوف انه الكلام الذي ذكرناه لك هل عليه دليل، هل يوجد أدلة. وأسأل الله ان يوفقك يا اخونا الكريم، وأسأل الله ايضا حجي اعطيه آية واحدة، حجي آية من كتاب الله واحدة، الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. اتبع هذه الآية اخونا الكريم وطبقها على قطرة الحسين سلام الله عليه لتعلم اين الحق واين الباطل. الله يبارك فيك، الله يرحم والديك. وزيادة للمعلومة، وإن كان الكلام ليس في محله أخونا العزيز، عدد من الصحابة من يترضى عنهم أهل السنة شاركوا في قتل الإمام الحسين عليه السلام، أعطيك أسماء وأنت روح ابحث عنها، مثل عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي، ومثل معن بن يزيد السلمي، وكذلك كثير ابن شهاب، وكذلك أسماء بن خارجة الفزاري، وعزرة بن قيس الأحمسي الذي كان قائد الخيالة. هؤلاء صحابة أخي العزيز، هؤلاء صحابة، بل هنالك صحابي يذكره صاحب الأخبار الطوال يقول لما أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يشرب الماء في آخر لحظاته وهو مصاب جاثي على الأرض، يقول رماه الحسين بن نمير السكوني. طبعا هو الحسين بن نمير السكوني هو الحسين بن نمير الشامي، هو أنصاري سكن الشام، هما واحد، حاولوا أن يجعلوهما أثنان لكن هو واحد كما صرح بذلك البخاري وغير البخاري. فرماه الحسين بن نمير السكوني بسهم فوقع في حنكه فحرمه من شرب الماء. والأمثلة كثيرة أخي، منهم كذلك من أجلة الثقات عندهم محمد بن قيس بن الأشعث، هذا الرجل خاله أبو بكر، خاله من الثقات. هذا الرجل يقول للإمام الحسين عليه السلام، يقول له أنت أخو أخيك، أتريد يطلب أن يطلبك الناس بأكثر من دم مسلم ابن عقيل؟ يعني شنو يعني؟ يقول له أنت شاركت في قتل مسلم ابن عقيل. في أخوه الآخر يسمى قيس بن الأشعث، كان يسمى قيس قطيفة، هذا في كتب السنة عند ابن حجر وغيره. ليش يسمى قيس قطيفة؟ يقول لأنه سلب قطيفة الإمام الحسين عليه السلام بعد مصرعه. وكثير كعمر بن سعد قائد الجيش أبوه سعد بن أبي وقاص، هذا الرجل أمر الخيالة بعد أن قتل الإمام الحسين، أمر الخيل كما عند ابن الأثير أن تدوس ظهر وصدر الإمام الحسين عليه السلام بعد مقتله. وهذا الرجل راوي، ويوثقه الألباني، ويوثقه أحمد بن حنبل، وكلهم يوثقونه، يقولون أنه هو بنفسه ثقة ولكنه كان قائد الجيش الذي قتل الإمام الحسين، ولكنه لم يباشر بنفسه. حتى شمر بن ذي الجوشن قاتل الإمام الحسين الذي تولى ذبح الإمام الحسين عليه السلام في آخر اللحظات، يوثقه المزي صاحب تهذيب الكمال حينما يذكر ترجمة ذي الجوشن الضبابي، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية في المعجم الكبير وفي مجمع الزوائد، جاء النبي صلى الله عليه وآله بفرس، والقصة طويلة. فيقول وتبين أن رواية أبي إسحاق السبيعي رواها عن جاره، عن شمر ابن ذي الجوشن، لأنه كان جاره في الكوفة. فماذا يقول بعد أن صرح وأنه صلى عنده السند؟ قال فاتصل السماع وعلى لنا السند درجة، مع اتصال السماع، اتصال السماع بمن؟ بشمر، على درجة بمن؟ بشمر بن ذي الجوشن قاتل الإمام الحسين عليه السلام. واضح. سنتين. جزاك الله خير. طيب تفضل.